لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سوف نبين كيفية الطباعة لشخص معين. لقد استخدمنا في الدرس السابق طباعة شخص معين وفق تصفية معينة، ولكن هذه المرة لا نستخدم التصفية، سوف نستخدم طباعة الشخص بدون تصفية ونستعملها بطريقتين، في كل الطريقتين صالحة. سوف نختار FRX ريبورت آخر ونتعلم الطريقة كيف تكون بالطريقة الثانية. نختار FRX ريبورت، وما دام أن قاعدة البيانات نفسها سوف نختار داتاباس واحد، سوف نختار لها داتاباس واحد منه، نضغط عليها مرتين من هنا مثل ما كنا نستخدم سابقا. لدينا هنا الصفحة كما ترونها هكذا. أول طريقة، نستطيع أن نستخدم الصفحة كما هي هكذا، لأن إذا اخترت الشخص من قاعدة البيانات في الدالفين مباشرة يطبع لي هذه الصفحة، ولكن نستعمل في هذه الحالة مثلا توجد لدي ورقة نموذج معين، سوف نقوم بعملية سكانر، يعني أخذ له صورة ونضعه هنا، أو نقوم بالتنسيق لذلك المثال، سوف نقوم بذلك كي تفهموا. نأخذ مثلا هنا صورة هكذا، نعطيها بالحجم هكذا، سوف أضغط عليها مرتين ونختار الصورة التي أريد. وأنا اخترت الصورة هنا سابقا، سوف هذه الصورة، وهي ليس نموذج مخدوم بلاحقة GBOG. هنا نضغط عليها مرتين تأتي هنا الصورة، سوف أعطيها هذه العلامة هكذا وتأتي بهذه التنسيق. في هنا فكرة، ربما يوجد هنا فرق كما ترون هذا الفرق، سوف أرجع هذا التنسيق الصورة و أسحبها من هنا لكي تكبر الصورة مع لكي تكبر الصورة مع الإيماج الذي وضعته هكذا كما ترون، لكي ننزع هذا الفراغ كما ترون من هنا وأعطيه لكامل الصفحة. سوف أعطيه لكامل الصفحة هكذا كما ترون الإيماج، ها هي الصفحة، لقد وضعتها على الصفحة مباشرة هكذا، لقد وضعتها على الصفحة مباشرة. أولا نديل قاعدة البيانات مثل ما كنا، نعطيها من ريبور داتا، نعطيها قاعدة البيانات التي لدي سابقا، ونضع مثلا الرقم والاسم واللقب، سوف أضع الرقم هنا لكي يوضح لنا المثال. نضع الرقم، هذا الرقم سوف أضعه هنا في هذه الحالة أنه يوضع فوق الصورة، سوف لا أضعه فوق الصورة، ننقص من حجم الصورة هكذا، نضع الرقم لنأخذ مثالين أو ثلاث من اللقب والاسم، سوف أضعه هنا اللقب وأضع الاسم، لا أضعه هنا كما ترون أنها الصفحة سوداء، سوف أضعه فوق الصفحة لكي تكون صالحة، وأضع التاريخ، نكتفي بهذا المثال هكذا. عندما أضعهم هكذا سوف يأتوا لأنني وضعتهم فوق الصفحة. نرجع الصورة كما كانت هكذا، هذه التاريخ سوف أضعه هنا، التاريخ أضع التاريخ الميلاد هنا، أضع الاسم هنا وأضع اللقب من هنا وأضع الرقم، سوف أتركه هنا الرقم لكي يوضح لنا كيف يكون المثال، سوف يوضح لنا كيف يكون المثال. سوف أعطيهم، أضغط عليهم كاملا هكذا، أحددهم كاملا وأعطيهم حجم الخط مثلا 16 وعلي لكي توضح لنا الصورة. هنا عندما نعطيها المعاينة ها كما ترون، ها هو رقم 6 وهذا هو الاسم وتاريخ الميلاد الشخص. هذا التنسيق هذه أخذته عن طريق إيماج، إذا أردت أن أنسقها تنسيق أكتبها كتابة سوف أضع مثل ما كنا نفعل سابقا، نضع الكتابة نكتبها وأنسقها في فاست ريبورت،
أو آتي ربما يكون هناك نموذج معين يجب أن تكون الكتابة عليه، تضعه عن طريق مباشرة عن طريق صورة باستخدام سكانر. هذا مثال. عندما نقوم بعملية الطباعة في الواجهة في واجهة الدالفي، سوف أغلق الفاست ريبورت وأعطيه بوتون للطباعة لكي نرى المثال كيف هو أو كيف قصدنا في المثال. سوف نضغط عليه مرتين وأعطيه الطباعة. سوف أنسقها فقط من هنا، أعطيه الطباعة من هنا FRX ريبورت، أعطيه لبوتو 3، قم بعملية لصق. هنا لدي فاست ريبورت 2، سوف أعطيه فاست ريبورت 2. هنا أعطيه فاست ريبورت 2. عند التنفيذ أقول له طباعة من هنا، هاي الطباعة لقد جاءت رقم 6. إذا اخترت مثلا، إذا اخترت شخص آخر من هنا مثلا اختار رقم 9، أقول له طباعة من هنا، سوف يتبع لي رقم 9 ولا يوجد غيره من هنا. عندما نضغط هنا لا يوجد، سوف أقرب الصورة، هنا لا يوجد عندما تضغط، أو في الأسفل لا توجد، توجد صفحة واحدة، يعني لكل شخص تريد أن تطبعه مباشرة بدون عملية التصفية أو غير ذلك. سوف أختار آخر مثلا 11، أقول له طباعة. هذه العملية ناجحة وصالحة كذلك في الطباعة لكل شخص، يعني عندما تحدد الشخص وتطبعه في هذه القائمة ولكن بدون عملية التصفية. لقد استعملنا سابقا التصفية، أبحث عن الشخص، ربما تكون القائمة بالآلاف، تبحث عن الشخص وتقوم بالطباعة. أما إذا كانت قائمة مثلا أنا أبحث على شخص يدويا هكذا وأردت أن أطبع شخص معين، أضغط عليه من هنا وأقوم له بالطباعة. هذه طريقة. وتوجد طريقة ثانية هي تقريبا نفسها ولكن شبيهة لها. كيف نقوم في عملية كذا؟ نحذف الصورة مثلا من هنا ونختار، سوف أحذفهم جميعا، أحذفهم جميعا هكذا. نختار لبوند مثلا كذلك تصلح بها، مثلا لبوند نختار باج هيدر مثلا هكذا، يعني كذلك أكبرها على قدر الصفحة ونعطيها نفس المثال الذي قمنا به. الآن سوف أعطيه إيماج هكذا، أضغط عليه مرتين وأعطيه الصورة التي اخترتها سابقا هكذا، أكبر الصورة. دائما عندما أكبر الصورة تأتي هذا الفراغ، أصغره من هنا وأكبر من الحاشية السفلية من هنا لكي يكون الفوتو مثل حجم الصورة أو الإيماج الذي استعملته. ولا ننسى استعمال الإيماج، هنا عند ضغط الإيماج نعطيه الخاصية ستريتش، هنا نعطيه ترو، هنا في الخاصية ستريتش نعطيه ترو، هذه الخاصية التي تكون الإيماج على حجم الصورة هكذا. هنا للتوضيح برك للمثال فقط نتركها كما هكذا هكذا. تعديلات تبقى كل إنسان كيف يقوم بالتعديل. هذه هي الإيماج. عندما نرجع المعاينة، هاي لقد الصورة، سوف أضع كذلك، أضع لها، نضع الرقم مثلا، أضعه هنا وأضع اللقب والاسم وتاريخ الميلاد هنا للتوضيع فقط بمثالين هكذا، يعني مثالين تستطيع هذا الرقم لكي نرى الرقم فقط. نضع اللقب ونضع الاسم ونضع تاريخ، نضع تاريخ الميلاد سوف أضعه هنا، هذا هو تاريخ الميلاد. نقوم بعملية المعاينة، هي المعاينة صالحة كما ترون هنا. سوف استعمل عملية الطباعة من الدلفي، أغلق الفاست ريبورت وأقوم بعملية التنفيذ. كذلك عندما أقوم بعملية الطباعة، ها هو لقد أتى الشخص الأول. عندما أختار الشخص مثلا آخر رقم 10، أقول له عملية الطباعة، ها هو رقم 10.
ويأتي بعمل الطبيعة ويأتي لوعده، لا يوجد غيره منها من الأشخاص الآخرين. هذا مثال مكمل للمثال السابق بدون عملية التصفية. لقد استعملنا طباعة شخص واحد بعملية تصفية، وهذا بدون عملية تصفية بطريقتين، يعني حتى تستعمل بوند الأول أو بدون بوند كذلك هي عملية ناجحة. هذه في عملية الطباعة لقد وردتنا أسئلة كثيرة عن طباعة شخص واحد. إن شاء الله أنكم استفدتم من هذه الفكرة، وهي صالحة في الطباعات لكل شخص. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.